مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في قمة اليو اف سي 281، نزال الانتقام وتكسير العظام بين أديسانيا وأليكس بيريرا. أديسانيا ضد بيريرا، نزال وسجال له تاريخ خاص، فلم يسبق لأديسانيا أن واجه خصما أسقطه بالضربة القاضية. فرغم قدم النزال السابق بينهما، إلا أن تسارع الأحداث والتغطية الإعلامية الضخمة لهذه القمة زادت من حدة العداوة وشرسة النزال، ليتحول دفاع أديسانيا أعلق به إلى انتقام وثأر شخصي. أما بيريرا فقد منح فرصة العمر للمنافسة على لقب الوزن المتوسط، خصوصا بعد مشواره القصير داخل اليو اف سي. دخل المتنافسان غمار المؤتمر الصحفي ودفع كل منافس عن قوته وثقته الكاملة في الفوز. تخطوا بعدها مرحلة اختبار الوزن بنجاح ليتراصى وجها لوجه أديسانيا ضد بيريرا بعيون حادة مشتعلة معلنة معركة من النار والدمار. يو اف سي 281، حانت لحظة قمة هذه الليلة بتوقيت نيويورك. دخل بيريرا أولا برهبته راسما شرسة واضحة على ملامحه، تبعه ظل بندر بصوره الفنية الرائعة كالعادة. الحكم يعطي تعليمات السلامة قبل صافرة معركة الحسم. بداية الجولة الأولى بترقب وحرص شديدين من المتنافسان على طريقة الكيك بوكسينج باللغم والركل. تقدمت هذه الجولة، أديسانيا كان حذرا أكثر وفعالا أكثر وكاد ينهي النزال لولا تدخل الجرس. الجولة الثانية اندفع فيها بيريرا أكثر وحصر أديسانيا جيدا حتى أنه أسقطه في نهاية الجولة على الأرض. أديسانيا حاصر بيريرا على الأرض طوال هذه الجولة الثالثة وأنهكه جيدا حتى أوصله لدرجة الإعياء الشديد، ثم أكمل حصاره اللصيق لبيريرا في الجولة الرابعة لإنهاكه جيدا وتسيير المباراة نحو فوز سلس. بيريرا علم أنه خسر بالنقاط، لذا لعب جولة انتحارية لقلب الموازين وبدأ بتضييق المسافة وحصار أديسانيا مع شباك الحلبة، ثم حصره بلكمات كانت المقدمة لسقوط البطل وترنحه تحت وطأة الخطافات الشرسة قبل تدخل الحكم لإيقاف النزال. بيريرا هو البطل الجديد للوزن المتوسط. بيريرا أزاح أديسانيا وفعل ما عجز عنه كل مقاتلي الوزن المتوسط. بيريرا هو الوريث الجديد لعرش الوزن المتوسط بجدارة الضربة القاضية. وأنتم أعزائنا المشاهدين، ما رأيكم في سقوط البطل أديسانيا وصعود البطل الجديد أليكس بيريرا؟